بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول التفريغ الطاقي عبر زلازل وخصوصا زلزال أندونيسيا القوي، وسنقوم بشرح حول طبقة الأوزون وكذلك ارتفاعات في رنين شومان لمدة 3 أيام يدلنا على الشحن الزائد الذي تتعرض له الأرض، ونتطرق إلى تحديث الميلان وتذبذب محور الأرض لهذا الأسبوع الأول من هذا العام. وسنبدأ حلقتنا إن شاء الله بزلزال أندونيسيا الذي كان بقوة 7.9 هذا حسب زعمهم، لأنني كما أقول دائما فهناك هامش ارتياب وخصوصا للزلازل التي تتجاوز 6 ريختر. وكان هذا الزلزال بعمق 131 كيلومتر، هذه القوة قوة 7.9 يعني أنها 8.4 أو ما يقارب إذا زدناها 0.5 درجة ارتياب، يعني أنها لم يتبقى إلا أعشارا وسيصل إلى رتبة زلازل الميغاريختر. وهذا التفريغ القوي جاء بعد تفريغات جزئية لم تصل إلى 6 درجات منذ أيام، وهذا ما أتحدث عنه حين أقول بأن الشحن الدائم وخصوصا كما يحدث في حقلنا الأرضي منذ مدة طويلة، ورغم كثرة زلازل 4 ريختر التي تتجاوز منذ أيام 40 زلزالا، وكذلك اليوم فقد تم تسجيل 39 زلزالا بقوة 4 درجات و9 زلازل بقوة 5 ريختر، ويبقى زلزال 7.9 بمنطقة القريبة من أندونيسيا هو التفريغ الشديد الذي أقول دوما أن دوام الشحن المتطرف وضعف التفريغ سيعطي يوما ما زلازل قوية مدمرة. وهذا الزلزال وقع في حزام النار بالمحيط الهادي بالقرب من أندونيسيا، وهي منطقة نشطة زلزاليا ذات نشاط زلزالي شديد، حيث تلتقي الصفيحة الأسترالية وصفيحة سوندا، حيث أن حركة الصفيحة الأسترالية التي تتجه نحو الشمال لتندس مع صفيحة سوندا وتعطي زلازل قوية في هذه المنطقة. وهناك أيضا الشحن المتطرف في طبقة الأيونوسفير، وكما نرى هنا في الخريطة فإن خريطة الأحمال الأيونية يغطيها اللون الأسود الذي يعبر عن الشحن الطاقي المتطرف، وكما ترون في الصورة فاللون الأسود يعم غالبية الخريطة. سبب هذا الشحن المتطرف هو التشوهات الحقلية التي تقع في الحقل الكهرومغناطيسي للأرض وتبعثر خطوطه لتتسلل هذه الطاقة لآخر درع حماية لنا، وهو الغلاف الجوي بطبقاته. وهذا الاضطراب الجيومغناطيسي سجله رنين شومان عبر ارتفاعات قوية تجاوزت 45 هرتز، وسجل ارتفاعات خلال 3 أيام الأخيرة يوم 7 و8 و9، ولا زال إلى صبيحة يوم 10 كما يظهر لنا في هذا المقطع في هذه الصور. وخصوصا كما نرى يوم 9 نشاهد دوام، نستطيع أن نقول اليوم كله. وللعلم أن 45 هرتز يعتبر ارتفاعا جد قويا، علما أن تردد نبض الأرض يساوي تماما تردد الإنسان، وهو مساوي في الحالة العادية أو الحالة الطبيعية له 8.7 هرتز. فلاحظوا معي كم ارتفع حيث وصل إلى 45 هرتز، وقد وصل سابقا إلى 90 هرتز،
وكل هذا هو الذي يعطينا هذا التطرف المناخي الذي نشهده على الأرض. فمثلا أستراليا تشهد فيضانات غير مسبوقة حيث اعتبرت منطقة كامبرلي بالغرب الأسترالي منطقة منكوبة، بينما وبشكل مفاجئ لم ترسمه خرائط الطقس وتنبؤاتهم، ثلوج تجتاح جنوب الأردن وجبال سيناء بمصر. وهذا ما أتحدث عنه حين قلت لكم أن التوقعات لم تعد تصيب. من جهة أخرى الجزيرة العربية تتحول إلى مروج وأنهار، وأنظروا معي لهذه الصورة لجبال المدينة المنورة قبل وبعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مؤخرا. التغيير واضح لنفس المكان القاحل الصحراوي في هذه الصورة، وبقدرة قادر تحول للأخضر. ولا زال البعض يكابر ويقول أن البرد والثلوج والأمطار الغزيرة تنزل ببعض المناطق في العربية السعودية وأن السيول موجودة وأن كل شيء عادي، لكن مثل هذه الصورة تعتبر إثباتا دامغا للتغير الكبير الذي تشهده الجزيرة العربية. فجبال المدينة المنورة سابقا جبال قاحلة لا توجد بها أي خضرة، وها هي الآن أمامكم كإثبات. فالأرض تتحضر لأمر جد كبير وإرهاصاته نحن نراها أمامنا. أما عن تحديث ميلان وتذبذب محور الأرض للأسبوع الأول من هذا العام الجديد، فإننا نراه في هذا الرسم وكأنه مستمر على نفس الوتيرة تقريبا. ورغم ذلك فالميلان يعتبر جد كبيرا، كما قلت في الحلقة السابقة أو حلقة البارحة حول إزهار الأشجار، فهذا الميلان الزائد عن حده هو الذي يعطي هذه الفصول المبعثرة فصول السنة في شهر واحد أو في أسبوع واحد. وسنرى زيادة هذا التطرف مع تقدمنا، ونرى كذلك كيف سيكون تقدم هذا المخطط. هل سيجد أين سيرسم مساقطه النقطية أم سيخرج عن نطاق الرسم البياني؟ وأظنه سيخرج عنه. وأخيرا سنشرح قليلا حول طبقة الأوزون، حيث يسألني أحد الإخوان عن ثقب الأوزون، وللعلم هذه كذبة أيضا ابتدأت أوائل التسعينات، ورجح العلماء آنذاك بزعمهم أنه الاحتباس الحراري الذي بثه الفكرة التي بثها لهم آل غور نائب الرئيس كلينتون آنذاك، ونسبوه إلى التلوث الصناعي وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون بأنه هو السبب في ذلك. لكن لتتضح كذبتهم ويفضحون، فاليوم نلاحظ تعافي هذه الطبقة فوق منطقة القطب بل وزيادة كثافتها. فهل يا ترى نقص التلوث الصناعي الذي يدعون وثاني أكسيد الكربون وإنتاج ثاني أكسيد الكربون عبر المصانع واستهلاك الوقود الأحفوري منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، بل زاد أضعافا مضاعفة؟ ولنقدم تعريفا حول هذه الطبقة. أولا فطبقة الأوزون أو الأوتري موجودة في طبقة ستراتوسفير، وهي الطبقة التي تحلق بها الطائرات المدنية التي نراها ولا نسمع لها صوت، لأن هذه الطبقة خالية من الهواء الذي ينقل لنا الصوت. وهذه الطبقة تحتوي على غاز يحمي الأرض من الأشعاعات الكونية السامة، ولو ضغطنا هذا الغاز فستصبح سماكته أو سماكة هذه الطبقة بسماكة 3 سنتيمتر فقط.
ويتكون هذا الغاز من اتحاد ذرة أكسجين وليدة مع جزيئي أكسجين بحضور شرارة كهربائية بحرارة عالية كالبرق مثلا. عندما يتركز الأوزون في منطقة ما فإنه يولد انخفاضا في قيم الضغط، وحين تقل كثافته يتولد عنه مرتفع جوي، وكلما يقال عنه ما هو إلا تضليل للناس لإخفاء الحقائق والسبب الحقيقي للاضطراب والشدود والتطرف المناخي الملحوظ في مناخ الأرض. ففي الصيف في الغالبية يتحدثون عن الاحتباس الحراري ارتفاع حرارة الصيف، وفي الشتاء يأتوننا بحجة عصر جليدي مصغر، لكن كل هذا لم يعد يغطي على ما يحدث وما نشهده على الأرض. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.